نعرفهم بالاسماء ونشخصهم. يعني لدينا هناك شخص اسمه محمد ابراهيم صالح المعماري، هذا الرجل مواليد 97، تم اعتقاله وانحكم بالاعدام، بينما المجرم الحقيقي موجود ومواليد 76، يختلف الاسم الرباعي، يختلف اسم الام. وكذلك لدينا شخص اسمه احمد شهاب احمد من منطقه الاصلاح الزراعي، ايضا هذا الطفل حدث وتم الحكم عليه بالاعدام، بينما المجرم الحقيقي، طبعا اولياء هؤلاء المعتقلين اللي ذكرتهم بالاسماء ذهبوا بنفسهم ودققوا وتابعوا وبحثوا عن المجرم الحقيقي ووجدوه، وجدوا مستمسكاته ووجدوا مكان اعتقاله وقدموا كل الادله اللي تثبت براءه ابنائهم، لكن لا يوجد هناك اي تحرك بسبب انه القضاء اخذ مجراه وانحكمه. فنحن نطالب بان يكون هناك اعاده محاكمه، هذه المحاكمه راح تنصف مثل ما تكلم زميل العزيز انه راح تكون هناك ادله حديثه. جرت هذه المحاكمات في اوضاع متشنجه، اوضاع معركه تحرير، اوضاع غامضه كانت اشبه بالفوضى، اما الان تتمتع المحافظات بامان واستقرار، وممكن وجميع هؤلاء السكان بداوا بتشخيص المجرم الحقيقي ان المجرم ان العفو البريء. فهؤلاء عندما تكون هناك محاكمه عادله سوف يتم انصاف هؤلاء. طبعا هناك بعض الاسماء من 7 إلى 10 اشخاص بنفس الاسم تبع الحكم عليهم من المؤبد الى الاعدام بسبب وشايه المخبر السري، بسبب تشابه الاسماء، دعاوي كيديه. كل هذا الامر هو ما يجعلنا انه يجب ان نطالب باقرار قانون العفو العام واعاده المحاكمات لانصاف مثل هؤلاء الناس. اما كما ذكرت في الحادثه التي ظهرت في البصره، هناك القضاء يعتمد على مجموعه اوراق وادله وتحقيقات، لا يستطيع انه يذهب او يتطلع او يبحث عند المجرم الحقيقي من البريء. فعندما تقدم اليه اوراق ثبوتيه او عدم وجود ادله، اكيد سوف يبرئ هذا الشخص في القانون السابق، لانه لا يوجد امامه اي اوراق تثبت انه هذا الشخص هو مجرم. فهذا الامر عندما نطالب باعاده المحاكمه حتى ننصف الابرياء، وحتى نعرف مين امثال هذا الشخص في البصره وغيره، انه هؤلاء بداوا معروفين، مناطقهم تعرفهم.